ليوتنان كولونيل نوفل بقالي من المركز السابع لتكوين المجندين البحرية الملكية. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، سيشرف المركز السابع لتكوين المجندين من اليوم 16 إلى غاية 27 من الشهر الجاري على استقبال حوالي 2007 مرشح لشرف الخدمة العسكرية، من بينهم 142 عنصر نسوي قادمين برسم التجريدة 37 من مختلف عمالات جهة الدار البيضاء 16. استعد المركز لعملية الانتقاء بتجهيز مجموعة من الأوراش. الخلية الأولى ستتأكد من هوية المرشحين، من بعد سيتم المرور عبر الخلية الثانية المكلفة بالتسجيل، أما الخلية الثالثة المتواجدة بمصحة المركز ستشرف على القيام بالفحوصات الطبية الشاملة للوافدين، وفي الأخير الخلية الرابعة ستكون عبارة عن تجمع لجان خاصة ستحسم في أمر التأهيل. وباش تدوز هذه العملية في أحسن الظروف، تم تجهيز المركز بجميع المقومات سواء منها اللوجستيكية أو الموارد البشرية. أنا أميمة من مدينة الدار البيضاء، جيت اليوم لبن سليمان من بعد ما تسجلت في الموقع ديال الخدمة العسكرية، تسجلت باش نطوع الخدمة العسكرية، ومن بعد جاني استدعاء عن الدرك الملكي باللي تقبلت. جيت لهنا اليوم لبن سليمان باش ندوزوا الاختبارات اللي دازوا في ظروف مزيانة ومع جميع الاحتياطات على قبل كورونا، وداكشي دازوا ظروف مزيانة، وكنتمنوا يسر لينا في التدريب وداكشي اللي بقى ان شاء الله. الخدمة العسكرية غادي تحل لي بزاف البيبان، وكما سمعت من الناس اللي دوزوا الخدمه العسكريه في 2019 بلي كاينين بزاف الافاق بزاف التكوينات، ان شاء الله غادي تكون واحد الاضافه. الاسم ديالي هو اكرام بن جديه، كنسكن في محمديه، ودجا جيت هنا حيت دجا كتعجبني هاد الخدمه، وكنحس بها بلي كنتمي لبلادي وكنبغي بلادي وبغيت ندير هاد الخدمه عن تطوع، وكنحس بانتماء للبلاد، ونحس بالفخر حيت غادي ندير شي حاجه باش نعاون بها ديجا بلادي. طبعا الحال نشجع بنات اخرين ونقول لهم بالعكس ما تخافوا تجيو، حيت الا كنتو غديروا شي حاجه غديروها على قبل بلادكم على قبل والديكم، ما تحسوا ديجا بوالديكم انهم مفتخرين بكم، انكم ديجا مع كتعاونوا بلادكم، وفخر حتى لوالديكم انه غترفعوا راسهم من الفوق. طبيعه الحال انا نورا القصيوي 20 عام من بن سليمان، جيت لخدمة الوطن، وكنت من أنا تقبلت إن شاء الله، دوزت كل شيء بخير، كل شيء مزيان، استقبال مزيان، كل شيء مزيان، أتمنى التوفيق للأصدقاء الآخرين.